شكرا شكرا شكرا. اهلا يا اطفال، وش راكم؟ ملاح. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. عمو يزيد وفرحان بزاف لو يستقبلكم لهنا انتوما واصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا، اللي يحبوا يجوا يفرحوا كما فرحتوا انتوما ويشاركوا معنا في الحصه وبالحضور، ما عليهم الا يتوجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا لازم شوية على الصبر لأن تسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل اللي عنده يا أخي. إذا مرحبا، شاطرين أنتما؟ في كل مرة نتكلم على أيام دولية وعالمية مهمة في حياتنا، شكون يقدر يقول لي في هذه الفترة هذه يوم 4 فبراير، شكون يقدر يقول لي في هذه الفترة يوم 4 فبراير الكات فيفغي هو يوم عالمي لمرض خبيث؟ هذا المرض يصيب بزاف الناس، ويوم 4 فبراير نتوقفوا باش نضمنوا مع هاد الناس وخاصة الأطفال. مرض كان مرض خبيث. واسمك بنتي؟ غلام فرح. فرح، وين تسكني فرح؟ شلف. في شلف، خيار الناس. تحياتنا لكاع ناس شلف يا أخي، كي تروحي تسلمي عليهم. ها شحال في عمرك؟ 11 سنة. وش هو المرض الخبيث هذا؟ سرطان. مرض السرطان، برافو بنتي، برافو برافو، شاطرة شاطرة شاطرة. مرض السرطان. إذن يا أطفال يوم 4 فبراير هو اليوم العالمي لمرض السرطان، باش نتوقفوا ونشوفوا وين وصلوا، وين وصل العلم، وين وصلوا الأبحاث في هذا المجال. على بالكم باللي مرض السرطان مرض خبيث ويودي بحياة العديد من الناس وخاصة الأطفال. أخي أطفال حنا نضمنوا معهم اليوم ونقول لهم الشفاء 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 العاجل لكل المرضى ومرضى السرطان، خاصة ربي يخفف عليكم وربي يشافيكم إن شاء الله ورانا معكم. إذن تحبوا الألغاز؟ نعم. شاطرين أنتم في الألغاز ولا شوية؟ شاطرين؟ هيا برافو. آلة صغيرة إذا وقفت عن الحركة يموت صاحبها. أعيد اللغز. آلة صغيرة إذا وقفت عن الحركة مات صاحبها. عبيب لي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا اللي رام يشوفوا فينا بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب عن اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب عن اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. برافو برافو، على بالي بلي شاطرين. فكروا إلى غاية نهاية الحصة باش أصدقائنا الآخرين يقدروا يفكروا تاني في الجواب عن اللغز. احنا من التما رايحين طلبنا من أيمن يديرنا بحث عن شخصية مرموقة في الكفاح الجزائري، علي سويعي. إذن تصفيقة على أيمن. تصفيقة 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 على أيمن. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة علي سويعي. ولد في 16 مارس 1932 بمدينة تبسة. بدأ الشهيد دراسته في مسجد تبسة حيث تعلم القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة التهذيب للشيخ العربي التبسي وجمعية العلماء حيث تعلم علي سويعي أساسيات اللغة العربية، ثم التحق بالمدرسة الفرنسية حيث تحصل على الشهادة التي سمحت له بالانضمام إلى الكلية، لكنه سرعان ما اضطر للخروج من دراسته بعد اعتقال شقيقه الأكبر نور الدين في عقاب تفكيك المنظمة الخاصة. التحق بالجيش التحرير الوطني في سنة 1955 بمنطقة سقهراس، حيث كلف بعدة مهام قيادة بالولاية الأولى إذا تولى مهمة التسليح والتموين. وقد شارك في مؤتمر طرابلس ورقي إلى رتبة قائد عضو القيادة الولاية الأولى، إلى أن أصبح قائد للولاية الأولى التاريخية سنة 1960. عرف العدو مركز القيادة الولاية الأولى التاريخية
الواقع بغابة بني ملول بلدية المصارة. فتم التطويق والهجوم على المركز الولاية ودامت المعركة حوالي 3 أيام. سقط خلالها علي سويعي في 9 فبراير 1961. برافو 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 برافو. شكرا شكرا أيمن شكرا. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الجزائر حرة بفضل تضحيات الناس، تضحية الشهداء الأبرار. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. يا أطفال، بماذا ترقى الأمم؟ شكون اللي يقدر يقول لي الأمم بماذا ترقى؟ بماذا ترقى؟ شاطرة شاطرة أنت يا بينا، شاطرة بنتي شاطرة. ترقى الأمم بالعلم. بالعلم، برافو برافو بنتي، برافو برافو، شاطرة بزاف، برافو برافو. من شلف، خير الناس من ولاية شلف. ترقى الأمم بالعلم. إذن عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها العلم والجهل عدوان. يا أخي احنا نحب العلم يا أخي، بالعلم ترقى الأمم. إذن تغنوا كامل معايا العلم والجهل عدوان. يلا العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. العلم يسأل ويجيب الجهل عن كل سؤال، هل أنت خير أم علم يشدو في كل الأحوال. العلم يسأل ويجيب الجهل عن كل سؤال، هل أنت خير أم علم يشدو في كل الأحوال. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. العلم أنت لو تدري إني لدي أصحابي، فصديق ظل في دربي وصديق دق أبوابي. العلم أنت لو تدري إني لدي أصحابي، فصديق ظل في دربي وصديق دق أبوابي. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نورا وضياء والجهل ظلمات الإنسان. يا جهل من هم أصحابك؟ أخبرني قل لي لا أدري. من بالمعارف مستحي متكبر تاه في كبري. يا جهل من هم أصحابك؟ أخبرني قل لي لا أدري. من بالمعارف مستحي متكبر تاه في كبري. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نورا وضياء والجهل ظلمات الإنسان. يا طالب العلم تعالى، فالعلم بحر ممدود، فاختره في الدنيا دربا والجهل درب مسدود. يا طالب العلم تعالى، فالعلم بحر ممدود، فاختره في الدنيا دربا والجهل درب مسدود. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نورا وضياء والجهل ظلمات الإنسان. برافو 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 برافو. إذن العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. يا أطفال الجهل صعيب صعيب صعيب، هو سبب رئيسي من تخلف الأمم. إذن بالعلم
ترقى الأمم. يا أخي أطفال إذن عليكم بالعلم، وأنتم ثاني لازم تقرأوا المثابرة الواجبات طاعة الوالدين. يا أخي أطفال وعد هذا، وش رأيكم نروحوا الألعاب الخفاء؟ يلا نروحوا مع عمو محمد اللي جانا من مدينة الأغواط بألعاب الخفاء. على عمو محمد يا أطفال اللي جانا من مدينة الأغواط. شكرا 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 شكرا، برافو برافو عمو محمد، برافو برافو. عجبكم عمو محمد ألعاب الخفاء؟ نعم. برافو برافو. واش رايكم يا أطفال دركا تحبوا الحكايات؟ نعم. عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الحارس الصغير، يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الحارس الصغير. واحد النهار كانت واحد المزرعة، هذيك المزرعة فيها حيوانات، هذوك الحيوانات متفاهمين فيما بيناتهم، كاين الدجاجة الأرنب في المزرعة هذيك، وكاين واحد الكلب كبير يعني كبير في السن، وهو زعما هو الحارس كامل هكذا على بالهم الكلب هو اللي روح حاميهم الثعلب وكامل. واحد النهار صاحب المزرعة هذيك جاب لهم جرو يعني كلب صغير وحطوا، كي جابوا قعدوا يتمسخروا به هذوك الحيوانات باسكو ما يقدرش ينبح، كان يصير او او هكذا ما يعرفش ينبح، وداش يقول هو هو هكذا، قعدوا يتمسخروا به يقولوا يخرجوا هكذا برا بعد يقولوا انبح 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 ورينا كاش دير، ينبح بصوت ضعيف هكذا، بقوا يضحكوا عليه كامل، شغل الاستهزاء، وعباكم بالاستهزاء ماهوش مليح، معلش هو صغير هكذا كل يوم هكذا كل مرة كل مرة يقولوا ورينا ورينا كاش دير تجري كاش دير تنبح، وبعد يجروا هكذا يقولوا جري مورا تشوف هو صغير وهكذا ما يقدرش يجري، حتى النبيح تاعو غير صغير. واحد النهار رقدوا وقع في الليل، رقدوا هكذا هذاك الكلب الكبير راح تكسل هكذا ورقدوا كامل، ومن بعد جا الذئب للمزرعة حب ياكل هذوك الدجاج والارانب كامل، هما راقدين واحد ما فاق، بصح هذاك الجرو الكلب الصغير هذاك فاق شافو هكذا وخاد ينبح ينبح هكذا، مام بالصوت الصغير نتاعو هذاك
قاعدين بح نودهم كامل نودهم كيناتو هكذا شافوا الذئب هارب هكذا فاقوا بلي الذئب كان راح ياكلهم والجرو الصغير هو اللي سلكهم. عمو يزيد عمو يزيد استخلصوا من الحكاية تاع اليوم انه صغير او كبير المهم ان نفيد الاخرين. برافو 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 تصفيقة على بوبي تصفيقة برافو. إذن يا أطفال مش شرط نقولوا هذا صغير ولا هذا كبير دائما نشوفوا الإفادة لازم نفيد الآخرين يا أخي وما لازمش الاستهزاء كذلك لا يجب الاستهزاء خاصة بالأطفال الصغار علينا ولا الناس الضعفاء بالعكس يجب الرفق بهم يا أخي يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ إذن لا يجب الاستهزاء بالآخرين خاصة الضعفاء والصغار يا أخي لازم نرفق بهم بالعكس لازم نشجعهم يجب تشجيع الناس خاصة الأطفال يا أخي. إذن لحقنا دركا الواحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن بريد عمو يزيد وين الأطفال يراسلوني عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار ملاحظات وأراء يبعثوا لي رسائل اللي هنا باش نقراهم قدامكم. بوبي شوف رسائل تاع أصدقائنا الأطفال واش بعثوا لنا. نحب هذه الفقرة أنا يعني نحب نقرا الرسائل تاعكم كاين هايل شكرا بوبي شكرا تصفيق على بوبي تصفيق الرسالة الأولى العمري ضياء الدين 11 سنة من مدينة المالح بعين تموشنت تحياتنا لكل سكان ولاية عين تموشنت والغرب الجزائري كله. قالكم أنا أحب عمو يزيد لأنه يمرحني وأنا أحب حصته ولذلك أنا سعيد. عمو يزيد رائع وأحب أغانيه وأحفظها. شكرا ضياء الدين شكرا ولدي تحياتنا لكل سكان المالح وعين تموشنت. الرسالة الثانية طبيب ندى 4 سنوات من مدينة الحميز من الجزائر العاصمة قالت لكم أنا أحبكم بزاف أنا نحبكم بزاف ونحب نشارك معكم في الحصة. إذا ندى مرحبا بك بنتي مرحبا بك ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. الرسالة الموالية تقول محمدي إيلين 10 سنوات من مدينة بوفاريك ولاية البليدة إذن تحياتنا لكل سكان ولاية البليدة قالت لكم أنا أحب عمو يزيد وأشكركم على هذه الحصة الجميلة. إذن محمدي إيلين لا شكر على واجب مرحبا بك بنتي. الرسالة الموالية بوحبيلة يوسف أنيس 8 سنوات من مدينة حما بوزيان بولاية قسنطينة تحياتنا لكل سكان حما بوزيان وولاية قسنطينة نحبكم يا أطفال. قالكم حصة حقا ممتعة مع عمو يزيد وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. إذن بوحبيلة يوسف أنيس 8 سنوات من مدينة حما بوزيان من قسنطينة شكرا على هذا الاهتمام. الرسالة الموالية والأخيرة حمودي ألاء 5 سنوات من الحميز بالجزائر العاصمة قالت لكم حصة حقا رائعة وأحبها. حمودي ألا حبوك حنا تاني بنتي وانتي أروع 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 والحصة هذه رائعة بفضلكم انتم اللي تحبوها وعمو يزيد يحبكم كذلك راح نحتفظ بهذه الرسائل نحبهم بزاف. واش رأيكم شكون يحكي لي نكتة جميلة دركا؟ نكتة تعالي بنتي تعالي أقعدي بنتي ذكريهم باسمك؟ غلامي فرح. فرح وين تسكني فرح قلت لنا؟ ولاية شلف بلدية بقادير. بلدية بقادير ولاية شلف تحياتنا احكي لنا النكتة تاعك بنتي. في يوم من الايام راح طفل يبكي لباباه سألوا باباه قالوا علاش تبكي؟ قالوا ضربني معلم على سبة انا ما درتهاش. قالوا واش هي هذه السبة؟ قالوا الواجب ما درتوش. فهمت هو درك الاستاذ كان حاسب اللي طفل ضربوا الشيخ على انه حاجه ما دارهاش وضربوا يعني قالوا ما درت والو وضربني هو هذاك الوالو هو الواجب اللي ما داروش. برافو شكون اللي عنده؟ تعالي بنتي اروحي تعالي بنتي
تعالي اروح اقعد هنا من بعد احكي لي النكته تاعك. اروحي بنتي تعالي اقعد قدام عمو يزيد. فوالا. واسمك بنتي؟ اسراء غارسي. وين تسكني اسراء؟ كاليتوس. في الكاليتوس. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قال لك واحد الخطا واحد المعلم فقط الطالب تاعو قال له ما فائده الاذن؟ قال له تحمي النظاره من الوقوع. برافو برافو. تعالي بنتي تعالي. اروح وليدي اروح 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 هنا اقعدي بنتي نسمعوا شو حاب يقول لنا. واسمك وليدي؟ رؤوف. رؤوف. وين تسكن رؤوف؟ في بومرديس. وين؟ بومرديس. في بومرداس. تحياتنا تحيات للناس بومرداس. احكي لنا النكته تاعك وليدي. خدا واحد دار اكسيدو في الطريق عليه خاطرش كان يحك ودنيه بالمفتاح. ولا في حك ودنيه بالمفتاح دار اكسيدو في الطريق. برافو برافو برافو. كاين بزاف الناس ينحوا المفتاح ويحكوا ودنيهم. واسمك بنتي؟ ايناس. ايناس. شحال في عمرك؟ 11 سنه. وين تسكني؟ في القبه. في القبه. قولي لنا النكته تاعك بنتي. قال لك واحد النهار كان واحد تونسي والجزائري والمغربي قالهم واحد الرئيس اللي يدخل هذيك البيت مع مره بنمل ويخرج بلان من نعطي له مليار. دخل التونسي خرج بنمل، دخل المغربي خرج بنمل، دخل الجزائري قتل واحد النمله خرج بلان مال. قالوا له كيفاش درت باش خرجت بلان؟ قالهم قتلت نمله وبكامل راحوا يديروا الجنازه تاعها وخرجت بلان. برافو برافو بنتي. برافو 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 برافو. تعال 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 تعالي بنتي. ايه اقعدي بنتي. واسمك؟ انيسه. وين تسكني انيسه؟ تسكن في قليعه. في قليعه. خيار الناس بنتي. تحياتنا الناس القليعه. شحال في عمرك؟ 6 سنين. سته. الله يبارك. احكي لنا النكته تاعك. كان لما كان في قديم الزمان كانت امي كانت رايحه لمكه. كانت رايحه لمكه كانت المكة نسيتيها؟ معليش بنتي معليش. تفضلي تفضلي. كي تفكريها كي تفكريها رجعي لنا. واسمك؟ آلاء. آلاء. وين تسكني آلاء؟ بوقادير تيتاني. بوقادير تيتاني. تحياتنا الناس بوقادير. واش حبيتي تقولي لنا آلاء؟ عندك نكتة؟ قوليها لنا. كان هذا واحد المعلم قال 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 لواحد التلميذ قال له واش هذه؟ قال بقره بيضاء. قال له هذاك حتى هذاك الطفل. قال المعلم قال له واش تعطيني؟ قال له نعطيك الحليب. حتى قال التلميذ اخر قال له بلي قال له واش هذه؟ قال له واش هذه؟ قال له بقره سوداء. قال له واش تعطيني؟ قال له نعطيك القهوه. برافو برافو برافو. الحقنا درك يا اطفال للجواب عن اللغز. إذن آلة صغيرة إذا وقفت عن الحركة يموت صاحبها. شكون اللي يعرف الجواب؟ تعال تعال. أروح وليدي. تعال وليدي أروح منها. واسمك وليدي؟ يونس أمين. وين تسكن؟ دور يونس الكاميرا هكذا. وين تسكن يونس؟ في مفتاح. في مفتاح. الله يبارك. قولي وليدي وش هو الجواب؟ آلة صغيرة إذا توقفت عن العمل يموت صاحبها. لا. ها؟ لا. وش هو؟ لا. ما فهمتش وش هو. لا يموت صاحبها. يعني لا يموت صاحبها. لا مش هذا هو الجواب وليدي. لا ما هي الآلة الصغيرة التي تعال أروح أروح وليدي. واسمك؟ آدم. آدم. شحال في عمرك آدم؟ 5 سنين. وش هو الجواب؟ نسيته. تعالي بنتي معلش كي تفكر ورجع. معلش معلش آدم. أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ ألا. وش هو الجواب؟ القلب. القلب. برافو. أروحي أروحي بنتي. تعالي أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. إذن ألا بنتي وين تسكني ألا؟ في بوسماعيل. في بوسماعيل. تحية الناس بوسماعيل. إذا ألاء بنتي عمو يزيد يهدي لك هذه القبعة هذه مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة في الصيف ولا في الربيع.
لأن الجزائر مشمسة دائما، بلادنا هايلة فيها الشمس. وعمو يزيد يهدي لك ثلاثة أقراص مضغوطة رواسيدي فيهم أغاني الأطفال، في كل سيدي 22 أغنية من حق الطفولة. معلمي ومبروك عليك النجاح. إذن مبروك عليك بنتي، تفضلي تفضلي شاطرة. إذن الجواب كان القلب، هذه الآلة الصغيرة التي إذا توقفت عن العمل مات صاحبها، هو القلب يا أخي أطفال. دركا عندنا عيد ميلاد ريحانة 7 سنوات، تعالي بنتي احنا رايحين نغنوا الريحانة. عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو ديالها وإحنا نغنوا لها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا شبه يربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شبه يربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن 7 6 5 4 3 2 1 برافو برافو. أعطيني الشهادة تاعها. إذن بنتي عميروش ريحانة آسيا، عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل الرائع. وانتم تاني يا أطفال دركا غير تخرجوا، كل واحد رايح كي يخرج يصيب شهادة في انتظاره باش ياخذها للبيت كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. عجبكم الحال؟ اوكي. إذن بنتي بما أنك جمعتي 5 قسيمات من علب حليب رامي ورسلتينا عبر صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمة، رامي راعي البرنامج هذيك هذه الدراجة الجميلة هذه، إن شاء الله تستفادي بها. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.